تحياتي للجميع. راح نتابع اليوم بمقرر مبادئ التحرير الإعلامي. راح أشارك الشاشة لحظة شوي. تمام، الله يعطيكم العافية. سريعا، إذا بنذكر أو نستذكر مع بعض، حكينا بالمحاضرات السابقة عن مدارس التحرير الإعلامي، وبدأنا بالمدرسة التقليدية. حكينا فيها عن قوالب الهرم المقلوب، الهرم المعتدل، وقالنا بالترتيب الزمني. سريعا، إذا بنتذكر، نحن بالهرم المقلوب والهرم المعتدل نعتمد على ترتيب المعلومات حسب أهميتها تصاعديا أو تنازليا. بمعنى، لما أنا بستخدم الهرم المقلوب فأنا برتب المعلومات حسب أهميتها تنازليا، يعني بيكون عندي بمقدمة الخبر أهم معلومة، بعدين برتب باقي المعلومات تنازليا حسب الأهمية. على عكس الهرم المعتدل، بتكون أهم معلومة في خاتمة الخبر. هلا المعلومات احنا مرتبة بالصلب تصاعديا من الأقل أهمية للأكثر أهمية حتى نوصل للمعلومة الأهم في خاتمة الخبر. بهي النقطة احنا هون حتى نحافظ على الجمهور عم يتابع الخبر للنهاية ليوصل لأهم معلومة، احنا بحاجة لمقدمة تشويقية. وأنا بتذكر أعطيت تمرين عن قالبي الهرم المقلوب والمعتدل، رح أرجع للتمرين في نهاية المحاضرة إن شاء الله تعالى. بعد تكلمنا عن قالب الترتيب الزمني أو القالب الكرونولوجي، وأنه هو قالب مناسب للصحافي أكثر، للمكتوب المطبوع بمعنى، يعتمد على ترتيب المعلومات حسب وقوعه بالزمن، يعني هو ما بياخذ المعلومات حسب اهميتها، لا، بيمشي بترتيب معلومات زمنيا حسب وقوعه، يعني المعلومه اللي بدت، المعلومه الثانيه الثالثه الرابعه، هيك ترتيب زمني، ترتيب زمني. اذا بدنا نحكي بس في نقطه نناقش فيها موضوع ترتيب المعلومات حسب الاهميه، هلا سؤال برايكم، اذا انا بكتب هرم مقلوب او معتدل، كيف بحدد او مين يلي بيحدد المعلومه الاهم؟ هلا الترتيب الزمني بقالب السياق، المعلومات ترتيبها الزمني بيكون واضح لكم. لما بترجعوا لتفاصيل الحادثه او الخبر او الموضوع، انتم بتشوفوا المعلومات مرتبه زمنيا، المعلومه اللي بدات بالاول، الثاني، الثالث الى اخره. لكن في حال انا عم استخدم هرم مقلوب وهرم معتدل، انا بدي الجا لترتيب معلومات حسب اهميتها. السؤال يا حضرات، برايكم مين بيدلكم انتم كمحررين او نحن كمحررين، كيف فينا نحن نختار المعلومة الأهم؟ السؤال واضح؟ معلش توضح أكثر. تمام، هلا نحن عندنا بالهرم المقلوب والمعتدل، إلا نحن هدول القالبين بيعتمدوا على ترتيب المعلومات حسب أهميتها. يعني أنا اليوم أحرر خبر معين، صار عندي حدث، وصلني كم من المعلومات، هاي المعلومات متفاوتة في الأهمية، يعني مو كل معلومة مهمة. هلا في أحداث بتكون فيها معلومات متساوية في الأهمية وراح نحكي عنها بعدين، لكن في أحداث بتلاحظوا إنه في معلومات بتكون مهمة أكثر من باقي المعلومات. طيب كيف أنا إذا بدي أحط أول معلومة بالهرم المقلوب هي المعلومة الأهم، كيف أنا بختار أهم معلومة؟ يعني برأيكم كيف بلاقيها الأهم معلومة؟ مين بيحدد لي هي المعلومة الأهم؟ أحمد عم يقول إنه أثر هذه المعلومة على المتلقي، جيد. كمان طيب، إذا بتتذكروا نحن حكينا بأول محاضرة اللي كان حضران إنه الوسائل الإعلامية بالمجمل، مثل عم بيقول أحمد إنه مثلا نتيجة معركة ما أو قصف أو حالة إنسانية بنركز على عدد الضحايا، جيد. بهيك أخبار فعلا نحن بنركز على عدد الضحايا، صحيح. ماريا عم تقول المعلومة حقيقة ولا لبسة ولا ليس رسالة من شخص لآخر. تمام، الفكرة تمام، الفكرة إنه أنا لما بدي أجرب المعلومات حسب أهميتها، إذا بتذكروا بالمحاضرة الأولى تكلمنا عن موضوع المؤسسات الإعلامية بشكل عام،
ترى بعينين اثنتين، اول عين احنا بنسميها عين الجمهور، والعين الثانيه هي عين الوسيط. وعلى هذا الاساس نحن بنختار المعلومه الاهم. يعني انا المقصود بعين الوسيله هي سياسه الوسيله او الخط التحريري. بماده تحرير الاخبار رح ناخذ السين القادمه، رح تشوفوا نحن بنظريه الاطار الاعلامي، ورح نتكلم كمان عن نظريه بماده نظريات الاتصال. بنظريه الاطار الاعلامي نحن فعليا بتلاحظوا انه كثير من الاحيان بنخفي بعض المعلومات، نتجاهلها، يعني ما بنذكرها بالخبر. هلا يلي بيخلينا نتجاهل هاي المعلومات بشكل فعلي، اللي بيخلينا نتجاهل هاي المعلومات هو سياسة الوسيلة. يعني مثلا أنا اليوم أبغطي إحداث الصراع في سوريا بوسيلة إعلام تابعة للنظام، أنا ما فيني مثلا بحادث بكارثة الزلزال أحكي عن دور الدفاع المدني. تماما، اخترت الأهمية بعين الجمهور، صحيح. فأنا ما فيني مثلا اختار الأهمية على اساس انه الطرف الاخر، يعني اذا انا بغطي احداث للنظام السوري ما فيني اقول والله الدفاع المدني السوري كان له دور بانتشال الضحايا من تحت الانقاض. هذا الامر مخالف، نحن هاي المعلومات بنخفيها. فهون الفكره الاساسيه اللي لازم ننتبه لها، انه نحن لما بنجي نرتب معلومات حسب اهميتها، الاهميه بيفرضها عاملين اساسيين اللي هن سياسه الوسيله وطبيعه الجمهور اللي انا بقدم المعلومه. يعني في كثير معلومات نحن بنشوفها قدامنا، أنا اللي أختار المعلومة الأهم لازم آخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين. أول عامل سياسة الوسيلة، يعني الوسيلة إيش بتقول إنه أنا لازم أقدم للجمهور، يعني هل كل المعلومات أنا بدي أقدمها؟ لا، الوسيلة بتقول لك اختار المعلومات اللي بتناسب سياستنا. هلا كيف بتناسب سياسة الوسيلة؟ هذا الكلام لتمارسوا العمل الإعلامي بتشوفوا إنه لما تشتغلوا بمؤسسة إعلامية معينة رح تعرفوا من خلال سياسات الإجراءات أو خلال البوك ستايل او نحن نسميه كتاب الجيب على المفردات والمعلومات اللي انا لازم بعد عنها او لازم اختارها. نفس الامر طبيعه الجمهور اللي عم تقدم له المعلومه، لما بيكون جمهورك مثلا معارض للنظام فانت ما راح تروح تختار معلومات على مستوى عالي من الاهميه وتقول هاي المعلومات. طبعا المعلومات مثلا بتكون بتخص النظام او الحياه في مناطق النظام، بتقول هاي معلومات مهمه. لا، طبيعي انه انت جمهور عايش بمناطق خارج سيطرة النظام مثلا، فأنت بحاجة تقدم معلومات بتهم هذا الجمهور، اللي بهم هذا الجمهور هو الحياة اللي عايشة في منطقته. أنا ما فيني أقول احكي عن مثلا عن غلاء الأسعار مناطق سيطرة النظام قدمها للجمهور على أساس إنه هي مادة مهمة جدا. لا، ليش؟ لأنه أنا عم أغطي لجمهور عايش برا هي المناطق. وضحت الفكرة لكم؟ يعني في عندنا عاملين أساسيين، سياسة الوسيلة، الوسيلة هي بتقول لك كيف تختار المعلومة المهمة. النقطة الثانية هو الجمهور، الجمهور دائما هو الفيصل. أنت لمين عم تكتب؟ لمين عم تقدم المعلومة؟ على هذا الأساس أنت بتختار المعلومة الأهم. واضح؟ أحمد عم يقول إنه هذا ما نعاني منه عبر نشطاء الثورة، يستخدم هذه المعايير غايتهم نشر الخبر دون مراعاة هذه المعايير. نعم، تمام، صحيح. فعليا هي موضوع، لانه ما في مؤسسه للعمل الاعلامي، يعني ما في مرجعيه لكثير من الناس اللي بتشتغل في المجال الاعلامي. والموضوع بعد دخول النيو ميديا تحول لثقافه الترندات اكثر، صرنا نلحق الترند مشان نجيب مشاهدات، وهذا شيء طبيعي. النيو ميديا فرضت نفسها، الاعلام الالكتروني اللي احنا لازم نتخصص فيه في كليه الاعلام بجامعه الزيتونه، فعليا هذا الاعلام الجديد هو فرض نفسه على المشاهد وعلى العملي الاعلامي. لهيك بتمنى نحن يعني بالايام القادمه اذا حبيتوا تشتغلوا بهذا المجال او اتيحت لكم الفرصه، طبقوا المعايير اللي نحن دائما بننادي فيها العلاقه بطبيعه العمل. هلا رح ننتقل لقالب جديد بالمدرسه التقليديه وواضح على الشاشه قدامكم، هو قالب او القالب الحواري المتسلسل. هلا المقصود بكلمه حواري، هو من اسمه حواري، يعني في تصريحات. لما بقول انا عندي قالب حواري يعني انا عم بغطي خبر او حدث، هذا الحدث قائم على التصريحات، على الاقتباسات. هلا نحن بنسميها بصراحه اقتباس، بس هون حتى نوضح الصوره اكثر رح حاطينها تصريح. الاقتباس رح نحكي عنه بماده اخرى لحتى نفهم كيف نحن بناخذ الاقتباس وصيغ الاقتباس. بس لكن بدي نوه عليه سريعا، الاقتباس هو كلام الناس. يعني
انا لما بقول مثلا بقرا خبر ونقل موقع الجزيره عن الوزير الفلاني، تلاحظوا بيحطوا نقطتين وبعدين بيحطوا علامات تنصيص وبيكتبوا هيك جمله. هلا هاي الجمله الموجوده بين علامات التنصيص هي ما أنا كلام المحرر، هي كلام الشخص اللي حكى، يعني انا نقلت تصريح، فهذا اسمه اقتباس، اسمه اقتباس. هلا قالب الحوار المتسلسل اللي يتعامل مع هذا النوع من الاحداث المحكوره، يعني انا اذا طلب مني روح غطي مؤتمر صحفي لوزراء خارجي معين، او طلب مني غطي مؤتمر صحفي للحكومه السوريه المؤقته. هلا انا لما بروح بغطي فراح لاحظ انه انا موجود بقاعه فيها مجموعه من الزملاء الصحفيين، في متحدث باسم الحكومه او في وزير او في رئيس حكومي عم يدلي بمجموعه من التصريحات. هاي التصريحات نحن حتى نكتب مادة عنها أو خبر، فنحن بنلجأ لقالب بنسميه قالب الحوار المتسلسل. عشان هيك ملاحظة حطوها ببالكم دائما، مو أنت كصحفي اللي بتختار القالب، طبيعة الحدث والمعلومات هي اللي بتخليك تروح باتجاه قالب آخر، فلذلك لازم نركز بطبيعة الحدث والمعلومات الواردة بالحدث. فقالب الحوار المتسلسل يستند إلى سرد وقائع الحدث عبر الأقوال المقتبسة أو الإسنادات أو الاستشهادات، كلها نفس الاسم، الاقتباس، الاسناد، استشهاد، التصريح، كلهم بيعطوا نفس المعنى، مرتبه حسب اهميتها تنازليا. اذا بتلاحظوا القالب اخذ شكله من الهرم المقلوب، يعني لاحظوا بالمقدمه انا بيكون عندي اهم تصريح، بعدين برتب باقي التصريحات حسب اهميتها تنازليا، يعني التصريح الاقل اهميه فالاقل اهميه فالاقل اهميه. لكن انا ما بقدر اخذ الخبر بس تصريحات، انا دوري كمحرر اني اوضح هاي التصريحات للجمهور. بمعنى إذا أنا أخذت بالمقدمة أهم تصريح، بعد التصريح الأول بعمل تلخيص ثاني بضيف باقي المعلومات الخاصة بهذا التصريح. هلا المتحدث بالتصريح الأول حكى عن موضوع فتح المعابر مثلا، فهو قال جملة معينة، باخذ هاي الجملة المهمة اللي حكاها وباقي المعلومات اللي حكاها أنا بحررها بعد التصريح وبقدمها للجمهور. هلا بيجي للتصريح الثاني، حكى بالتصريح الثاني عن مثلا عن العلاقات التجارية مع تركيا، تمام؟ فأنا باخذ أهم جملة حكاها بهذا البند، وبعدين باقي المعلومات شايفين بلخصها مكتوب تحت التصريح تلخيص التصريح. فأنا حتى ما أخلي الخبر هو عبارة فقط عن التصريحات، أنا دوري هون آخذ التصريح المهم، يعني الجملة الأهم اللي حكاها، وباقي المعلومات أنا بعمل لها إعادة تحرير. بيجي للواقعة الثالثة مثلا بالمؤتمر حكى عن امر اخر، وهو موضوع مثلا له علاقه بالحياه الاقتصاديه في شمال غرب سوريا، يعني مثلا بغلاء الاسعار، بفرص العمل الى اخره. فانا باخذ اهم جمله حكاها بهذا الموضوع وباقي المعلومات برتبها، فانا بمشي بهذا القالب على هذا الاساس، باخذ اهم تصريح بالبدايه، بعدين برتب التصريحات حسب اهميتها، وبفصل بين التصريحات بتلخيص. التلخيص هو عمليه تحرير، انا بروح باخذ هاي المعلومات بعملها اعاده تحرير. فهذا القالب إذا يتناسب مع الأحداث اللي بيكون فيها تصريحات. طبعا هاي التصريحات ممكن تكون لشخص واحد، إذا أنا عم بغطي مؤتمر صحفي لشخص واحد ممكن يكون لأكثر من شخص أو عدة أشخاص. الخاتمة غالبا باعتبار أنا ماشي على الهرم المقلوب، أحيانا ممكن ما يكون في خاتمة واضحة، ممكن نحن نعطي خلفية للحدث، مثل يذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه خلال شهر مارس آذار للحكومه السوريه المؤقته. ممكن انا يكون عندي تصريح ما هو كثير مهم فانا احطه بالخاتمه، ففيني احط تصريح عادي وفيني بس اعطي خلفيه للحدث. فاذا القالب الحوار المتسلسل يتناسب مع الاخبار اللي انا مضطر اسرده اللي اقدم هي الوقائع او اقدم هذا الحدث على اساس انه في اقوال مقتبسه، يعني على اساس انه انا عندي في شخصيات قدمت مجموعه من المعلومات، هاي المعلومات باعتبار ملاحظه كثير مهمه، خاصه لما بيكون شخصيات على درجه عاليه من الاهميه مثل وزراء، سفراء، رؤساء، احيانا فنانين، فانا مضطر اخذ احيانا القلم الحواري المتسلسل. في كثير من الاحيان احنا مثلا بيكون عندنا احداث ما كثير مهمه بيقدموا فيها تصريحات ناس عاديين، يعني بصراحه لا انتم بالحياه العاميه، يعني مثلا لما رئيس مجلس محلي بيقدم تصريح غير لما وزير اداره محلي بيقدم تصريح، فرق الأهمية بيكون عالي جدا، فلذلك نحن بنلجأ بهذا القالب للتصريحات اللي لها علاقة بقضايا مهمة، وخاصة إذا كان عم يقدموه أشخاص إني مهمين لو صفة اعتبارية، يعني مثل متحدثين باسم دول، سفراء، وزراء، فنانين مشهورين إلى آخره.
واضح القالب بالنسبة لكم؟ إذا في أي سؤال عن القالب يا ريت تتفضلوا. تمام. طيب من تابع، هذا القالب إذا بتلاحظوا بينبثق عنه قالبين اللي هن، وملاحظة كمان ثانية قبل ما أنتقل له قالبين، رح تشوفوا انه بالمدرسه التقليديه كل الاخبار او كل القوالب مستمده من الهرم المقلوب، يعني الهرم المقلوب هو الاساس، باقي القوالب هي تفرعت عن الهرم المقلوب، فرح تلاحظوا الاشكال كلها بتاخذ اشكال الهرم. فقلب الحوار المتسلسل لحتى نحن بسبب تعقيد احيانا الصياغات الاخباريه، انه انا في عندي احداث مختلفه، في عندي معلومات مختلفه، فانا ما فيني استخدم نفس القالب. فلذلك مثل ما واضح لكم على الشاشه، بتشوفوا انه في عندي عن طلع من قالب الحوار المتسلسل قالب الهرم المقلوب المتدرج وقالب الهرم المعتدل المتدرج. هدول القالبين بيتناسبوا ايضا مع التصريحات، لكن القالب الحوار المتسلسل احيانا اغلب الاحيان احنا بناخذه اذا عم نغطي لشخص واحد، اذا في تصريحات لشخص واحد بنرتبها حسب اهميتها تنازليا، من الاكثر اهميه الى اقل اهميه. لكن احيانا ممكن يكون في شخصين، هلا كمان بالحوار المتسلسل فيني انا اغطي لاكثر من شخص، لكن بسبب حتى انا ما اعقد الخبر على الجمهور ويكون الخبر واضح، فانا بلجا لقالب اخر وهو القالب الهرم المقلوب المتدرج. هذا القالب بيتناسب كمان مع التصريحات، يعني انا بجي بحط المقدمه، بالمقدمه ممكن اخذ اهم تصريح، ممكن احكي عن ظروف التصريح، يعني مثلا اذا في عندي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي عم يحكي فيه عن وضع شمال غرب سوريا، فأنا بقول خلال مؤتمر صحفي أو عقد وزير خارجية تركي مؤتمر صحفي، بعطي معلومات ليش المؤتمر موجود، بعدين بقول وصرح الوزير، هون بحط الاقتباس الأول، هو الاقتباس الأكثر أهمية. هلا هون إذا أنا عم أشتغل هرم مقلوب، بعدين بعطي شرح لهذا الاقتباس، بشرحه للناس أكثر، يعني بعطي باقي المعلومات، بعدها باخذ الاقتباس الاقل اهميه منه، بقدم شرح له، وهكذا برتب المعلومات وبرتب الاقتباسات حسب اهميتها تنازليا. القالب الثاني هو معتدل، يعني هو بيقدم تصريحات بس على شكل الهرم المعتدل، يعني انا بيكون عندي بالمقدمه مقدمه تشويقي هي الهدف منها لفت انتباه المتلقي، بعدها باخذ اقتباس اقل اقتباس في الاهميه بشرحه للجمهور، اقتباس اعلى في الاهميه بقدم شرح للجمهور، الخاتمة بيكون فيه أهم التصريحات أو أهم الاقتباسات. واضح؟ واضح إذا استاذ جاي. هي الفكرة، إحنا ماشيين على قالب الحوار المتسلسل، لكن أحيانا بسبب إنه أحداث بيكون في عندي نوعا ما فيها شيء من التعقيد لحتى أوضحها أكثر للجمهور، فأنا فيني ألجأ لهرم مقلوب متدرج أو هرم معتدل متدرج، وهدول القالبين بيعتمدوا على التصريحات. إذا أنا بالمحصلة لما بدي أغطي أحداث فيها تصريحات أو اقتباسات، فبلجأ لثلاث قوالب اللي هن قالب الحوار المتسلسل هو القالب، وبيناسب أكثر إذا في شخصية واحدة. هلا إذا في أكثر من شخصية وأكثر من حدث، يعني في تفاوت بالعناصر، فأنا بلجأ لقالب الهرم المقلوب المتدرج أو قالب الهرم المقلوب المعتدل المتدرج. تمام؟ إذا قالب هرم مقلوب متدرج، قالب هرم معتدل متدرج، وترتيب التصريحات فيها بيكون على اساس الهرم المقلوب والهرم المعتدل، يعني يا اما ترتيب تنازلي من الاكثر اهميه للاقل اهميه اذا عم بكتب هرم مقلوب، او برتب تصريحات من الاقل اهميه الى الاكثر اهميه اذا انا عم اشتغل على قالب الهرم المعتدل. في سؤال لحد الان؟ لا استاذي، الهرم المقلوب انا مثل ما فهمت يعني بدنا نرتب الاحداث او نعم، الاحداث من الاكثر اهميه الى الاقل اهميه ولا العكس؟ لا، المقلوب من الاكثر اهميه الى الاقل اهميه. ليك هذا المقلوب، القالب اللي موجود على اليمين، راح ارجع لقالب الهرم المقلوب للشكل، اذا بتشوفوا على الشاشه هذا الهرم المقلوب، اهم معلومه بتكون بالبدايه، شايفين هو عباره عن هرم او مثلث مقلوب، يعني راسه للاسفل، فلذلك اهم معلومه وين بتكون؟ في مقدمه الخبر.
إذا عكسنا القالب بصير عندنا هرم معتدل، هرم نظامي. المعلومة المهمة بتصير في خاتمة الخبر. تمام، مضحك تمام؟ أستاذ، مضحك. ممتاز. ممتاز. بنتابع. من شوي حكيت ملاحظة وقلت إذا بتنتبهوا على موضوع إنه نحن فعلياً بالمدرسة التقليدي أغلب القوالب هي مشتقة عن قالب الهرم المقلوب أو الهرم المعتدل. لما حكينا على الهرم المقلوب إذا بتتذكروا قلنا إنه وحدة من عيوب هذا القالب إنه يعني بيتناسب مع الأحداث الساخنة البسيطة، يعني ما في عندي تفاصيل، ما في عندي شيء معقد. لكن في بعض الأحداث بيكون في تفاصيل كثيرة، بتكون معقدة نوعا ما. فأنا مساحة الهرم المقلوب، إذا بتلاحظوا الهرم المقلوب كقالب هو مساحته صغيرة، يعني بتناسب مع الأخبار فيها معلومات قليلة، مع الأخبار الساخنة البسيطة نوعا ما. لكن أنا إذا بدي أكتب هرم مقلوب وعندي أحداث كثيرة فأنا بدي ألجأ لقالب آخر. لاحظوا الأشكال الأربعة الموجودة على الشاشة. أول قالب هو هرم متعدد بوقائع متعددة متساوية الأهمية، يعني في حال أنا ما عندي معلومات متفاوتة في الأهمية، عندي كل المعلومات متساوية في الأهمية، فأنا بلجأ لهذا القالب. في عندي وقائع متعددة متساوية في الأهمية، يعني ما في عندي حدث واحد مثل الهرم المقلوب العادي، في عندي حدث بتضمن مجموعة من الوقائع. هاي الوقائع مرتبة حسب أهميتها، لكن هي متساوية في الأهمية، فبلجأ لهذا القالب. القالب الثاني هو قالب متعدد، وقائع متعددة غير متساوي. إذا أول قالب وقائع متعددة متساوي في الأهمية، القالب الثاني هو الشكل رقم 9 ما كنتم شايفين، وقائع متعددة غير متساوي في الأهمية، يعني أنا عندي مجموعة من الأحداث بس ما أنا متساوي في الأهمية، فباخذ كل حدث في جزء من الخبر مثل ما كنتم شايفين. مقدمة بيكون في أحيانا هي بتكون مقدمة تلخيصية للحدث، أو ممكن آخذ أهم معلومة، أهم واقعة، بقدم شرح لها، بعدين المعلومة الثانية أو الواقعة الثانية الثالثة شرح لها إلى آخره. تمام؟ هذا في حال كان عندي حدث في وقائع كثير. أحيانا بنشوف إنه أنا عندي حدث في واقعة واحدة، لكن هاي الواقعة تتضمن جوانب غير متساوية أو جوانب متساوية في الأهمية، فأنا بلجأ لهدول الشكلين شايفينه قدامكم اللي هن شكل رقم 10 والشكل رقم 11. هن عبارة، هاي القوالب بصراحة هي عبارة عن هرم مقلوب هن أكثر من قالب مرتبين تنازليا. يعني هون عندي هرم مقلوب، تحته هرم مقلوب، تحته هرم مقلوب إلى آخره. لكن لحتى ما يصير في قطع إنه أنا عم باخذ قوالب منفصلة، فلاحظوا إنه في جملة ربط، أنا بربط الأحداث ببعضها عن طريق جملة ربط. يلي بيميز هدول القوالب الأربعة، أو يلي بيميز المقلوب الهرم الأساسي يعني هدول القوالب، برجع بأكد الهرم المقلوب في عندي عنصر واحد، حدث واحد، أنا عم برتب معلومات حسب أهميتها. لكن هون أنا عندي أكثر من عنصر، يا اما بيكون عندي وقائع متعدده غير متساويه او متساويه، او بيكون عندي واقعه واحده لكن فيها جوانب مختلفه. يعني واقعه واحده بتحكي مره عن القصف، مره عن يعني عن كارثه معينه، نفس الحدث هو عم بيغطي اكثر من جانب، فانا بلجأ لهذا القالب لحتى اقدر افصل بين هاي الاحداث او هاي الوقائع. اذا كانت متساوي فبرتبها بهي الطريقة مثل الشكل رقم 11، إذا كانت غير متساوية فبرتبها بهي الطريقة مثل الشكل رقم 10. في سؤال لحد الآن؟ اللي بدي تركزوا فيه فعليا كتابة الهرم المقلوب هي اللي بتعلمكم تكتبوا بمختلف القوالب. يعني أنا أنتم هلأ حاليا إذا بصير عندكم القدرة على الكتابة بالهرم المقلوب، فهي القوالب بالنسبة لكم رح تكون بسيطة لسبب واحد. الهرم المقلوب هو نفسه هدول القوالب، لكن أنا عم بعمل عملية تكرار للهرم نفسه. طالما عم بعرف رتب المعلومات حسب أهمية تنازلية من أكثر أهمية لأقل أهمية، أنا فيني أستخدم هدول القوالب، لأن هدول القوالب بيمشوا أساسا على الهرم المقلوب. رح ننهي الجلسة الأولى عند هذا الوقت، وبنرجع بعد إن شاء الله بعد 10 دقائق أو 5 دقائق إن شاء الله تعالى، بنتابع بالجلسة الثانية. إذا الحاضرة السابعة وكملنا المدرسة التقليدية في كتابة الأخبار. المدرسة التقليدية مثل ما حكيت فيها مجموعة من القوالب، الأساس فيها هو قالب الهرم المقلوب، وأغلب القوالب هي مشتقة عنه أو مستمدة من الهرم المقلوب. مثل ما لاحظنا بقالب الحوار المتسلسل هو بياخذ شكل الهرم
لكن يعتمد على الأحداث اللي بيكون تخطيط على أساس تصريحات أو اقتباسات. الهرم المقلوب بيغطي الأحداث حسب أهميتها، لكن بياخذ معلومات صرفة. أما الحوار المتسلسل فأنت عم تنقل الحدث أو عم تنقل الأحداث على لسان المصدر، على لسان صاحب الحدث نفسه. يعني هذا القالب يتناسب مع الأخبار أو الأحداث اللي بيكون فيها تصريحات، يعني بيكون في جهة معينة، شخص أو وزارة أو جهة رسمية أو جهة اعتبارية عم تدلي بتصريحات للجمهور للناس حول موضوع معين، هذا الموضوع مهم كي يكون للجمهور. فنحن نتعامل مع هذا النوع من الأحداث نلجأ عادة لقالب الحوار المتسلسل اللي هو بيرتب هذه التصريحات مثل هذا المقلوب حسب أهميتها. التصريح الأهم بيكون بالمقدمة، بعطي تلخيص له، بعدين التصريح الأقل أهمية تلخيص له، تصريح ثالث أقل أهمية، وهكذا نمشي بهذا القالب. وشفنا انه نحن عن فينا نستمد من القالب الحواري المتسلسل قالبين اخرين، اللي هن قالب الهرم المقلوب المتدرج والهرم المعتدل المتدرج. عادة نلجأ لهم لما بيكون عندنا اكثر من شخصية واكثر من قضية في الحدث نفسه. يعني اذا بيكون اكثر من شخصية عم يحكوا عن موضوع معين ممكن نلجأ لهدول القالبين، او بكون القضية نفسها فيها اكثر من جانب حتى تكون الاقتباسات واضحة للجمهور ويكون فيها فصل نوعا ما، فبنلجأ لهدول القالبين اللي هن بيرتبوا التصريحات كمان حسب أهميتها من الأكثر للأقل أو من الأقل للأكثر أهمية. وأخيرا شفنا قوالب المستمدة من الهرم المقلوب، إذا أنا عندي وقائع متعددة متساوية في الأهمية أو غير متساوية في الأهمية، وإذا عندي واقعة واحدة فيها جوانب مختلفة سواء كانت متساوية في الأهمية أو غير متساوية في الأهمية، فأنا بلجأ لهدول القوالب. هدول القوالب الأربعة برجع بأكد هن بيعالجوا مشكلة الهرم المقلوب اللي هو بيتناسب مع الأحداث البسيطة. يعني أنا في عندي أحيانا أحداث معقدة فيها تفاصيل كثيرة، فأنا بلجأ لهدول القوالب لأنه مساحة الهرم المقلوب صغيرة ما بتسع كم كبير من المعلومات، فأنا بحاجة لقالب بيكون نوعا ما واسع في تفاصيل أكثر. وملاحظة أخيرة، هدول القوالب أغلبهم كانوا بيتناسبوا مع المكتوب، مع المطبوع بمعنى. هلا الهرم المقلوب والهرم المعتدل والحوار المتسلسل نحن نستخدمهم بالمطبوع بالمسموع بالمرئي، بيناسبوا لكل الوسائل. لحد الآن الهرم المقلوب تقريبا هو القالب المسيطر بسبب التنافس على السبق الصحفي، إنه أنا بدي أقدم أهم معلومة للجمهور من البداية، لأنه الجمهور ما عنده الوقت الكافي حتى يسمع كل المعلومات، وخاصة إنه في عنده خيارات متعددة. سابقا الجمهور كان يفتح الإذاعة على قناة واحدة أو قناتين، نفس الأمر بالنسبة للتلفزيون. أما اليوم في قنوات مختلفة، في قنوات متعددة، في تنافس أخباري، في تنافس إعلامي، فالمؤسسات عم تلجأ إنه أنا أقدم المعلومات بسرعة للجمهور. فلذلك لحد الآن الهرم المقلوب تحديدا نعتمد عليه بشكل كبير نوعا ما. القوالب المستمدة من الهرم المقلوب اللي حكيت عنها من شوي، القوالب الأربعة اللي هي الهرم المتعددي سواء الوقائع متساوية أو غير متساوية، هاي القوالب نحن بنستخدمها بالمطبوع. يعني ممكن نستخدمها إذا عم نشتغل صحافة مطبوعة أو إذا عم نكتب لموقع إلكتروني، يعني هي بتناسب المكتوب أكثر من المسموع والمرئي. تمام يا جماعة؟ تمام أستاذ، تمام. في سؤال لحد الآن؟ طيب هلا بدي اروح للواجب او التمرين اللي طلبته المحاضره السابقه. كلفتكم بكتابه مقدمه هرم مقلوب ومقدمه هرم معتدل لخبر انا اعطيتكم اياه، بيحكي عن انه شركه ابل اخترعت جهاز جديد او جيل جديد من الموبايلات مزود ببطاريه تدوم عام كامل. هذا الجهاز في حال صاحبه فقد الحياه او ضاع او تاه بمكان معين، ممكن هذا الجهاز يبعث رسائل للناس او للاقارب الشخص بيحكي فيها عن الجو الموجود في صاحبه. يعني في حال هذا الشخص فقد الوعي او فقد الحياة، فممكن هو هذا الجهاز لحاله بياخذ هاي البيانات او المعلومات بيبعثها لاقارب هذا الشخص. الان سي اسماء بعثت التمرين، اقرا شو كتبت. بالنسبة لهذا المقلوب عم تقول أسماء، المعلومة الأولى قالت أعلنت شركة أبل ماكنتوش عن إطلاق جيل جديد من موبايلات الآيفون
مساء الأمس بميزة بث رسائل متواصلة في حال انقطع التواصل بين الموبايل والمالك لمدة 30 يوما. جيد، هل هي بلشت؟ بصراحة من المعلومة الأهم، اختيارها للمعلومة كان صائب. بلشت أو بدأت الخبر بمعلومة إنه في شركة أعلنت عن اختراع جديد، هاي المعلومة الأهم. بعدين رتبت المعلومات حسب أهميتها. بعدين قالت إنه الهاتف الجديد يعتبر صاحبه في عداد الموتى ويبدأ بإرسال رسائل. تمام صحيح. وللمفارقة الجهاز يمكنه أن يفضح أماكن الأشخاص الهاربين ويرسل معلومات عن مكان وجودهم ويقام في قبضة العدالة. كمان الجهاز الجديد تسبب في فضح، هون يفضل نقول حيث أن الجهاز الجديد، بدل ما نقول كما أن، مشان الاستئناف. وهي الشغلات رح أحكي عنها بالنسبة لأدوات الربط بمادة التحليل الإخباري، وين أنا في اللي أستخدم هاي الأداة وين في اللي أستخدم أدوات أخرى. لكن الصياغة جيدة، ترتيب معلومات بالهرم المقلوب جيد. يعطيك العافية يا أسماء، شكرا كثير. بالنسبة للهرم المعتدل، هلا أنا ما بعرف الجملة الأولى هي عنوان ولا مقدمة، يا ريت أسماء توضحي. الجملة الأولى عم تقول فيها موبايل جديد يفضحك وأنت على قيد الحياة، لكنه سيجد ضحكتك الضائعة. هلا هذا الكلام هو عنوان ولا مقدمة يا أسماء؟ السلام عليكم. أنا اتفرجت على نماذج بالإنترنت، فيعني بشوفهم كلهم بالهرم المعتدل، بس وهيك يقول إنه مثير للجدل، بعدين بيكملوا بالقصة، فأنا تمام يعني عملت نفسي. تمام هلا شوفي الفكرة، الفكرة اللي أخذت منها المعلومة هي أحمد بيقول مقدمة، لكن أقول عفوا، الفكرة اللي أخذت منها المعلومة هي جيدة، لكن هي تصلح لعنوان وليس المقدمة. يعني أنا إذا بدي أقرأ الخبر، الخبر بيبدأ عندي من لما بتقولي واجهت الشركة المصنعة لإصدار موبايل جديد دعوى قضائي من زوج خائن، تسبب الموبايل بفضح خياناته وتلقيه. هلا بصراحة اختيارك للمعلومة صحيح، لكن ما استخدمت تشويق. يعني أنت بديتي من المعلومة، هي معلومة أقل أهمية، المعلومة الأهم نحن اعتبرناها هو اختراع هذا الجهاز. لكن أنا ما بدي أكتب معتدل، ترتيبك صحيح، أنا بدي أرتب المعلومات حسب أهميتها من الأقل إلى الأكثر، لكن طريقة صياغة المقدمة ما أعطت شيء من التشويق للجمهور، لكن اختيارك للمعلومة صحيح. بدي أروح للمعلومة الثانية، الموبايل اعتبر الزوج الخائن والأشخاص الهاربين صح من العدالة أشخاصا ميتين وأن جثثهم مدفونة. تمام جيد. آخر معلومة، هذا الموبايل هو اختراع جديد من جيل آيفون. تمام، فكرة في نوع من التشويق بالخاتمة، إنه أنت ما أعطيتي كل المعلومات، تركت انه المعلومه مين الشركه المصنعه للنهايه. لما قلت هذا الموبايل هو اختراع جديد من جيل الايفون، اعلنت عنه شركه ابل ماكنتوش عبر موقعها الالكتروني مساء الامس. ترتيب المعلومات صحيح 100%، اختيارك للمعلومه الاولى والثانيه والثالثه، لكن ينقص هاي الماده لحتى انا خليت الجمهور يتابع للنهايه، بدها نوع من التشويق. هلا بصراحه حكيت لكم سابقا، الكتابه اللي هذا المعتدل بالبدايات بتكون صعبه، يعني احنا بحاجه لممارسه اكثر لنكتب او حتى نقدر نشوق الجمهور، لكن الفكره جيده. العنوان اللي انت اخترتيه للماده، يعني هو فريق مطلب عنوان، لكن جيد، فيك تستخدم العنوان اللي هو يكون في عنوان افضل، بس لكن العنوان اللي اخترتيه فيك تستخدميه او تستفيدي منه كمقدمه. هلا مثال اذا بتحب، ما بعرف، قبل ما نعطي مثال عن هذا المعتدل، بدي اشوف اذا الاستاذ احمد او الانسه ماريا كتبوا شيء عن هذا الخبر. تمام احمد ما كتب، ولا يهمك ولا يهمك استاذ احمد. اسمع، بتقول ايه فعلا واجهت صعوبه بالهرم المعتدل اكثر من الهرم المقلوب. صحيح، كتابه بالهرم المعتدل صعب نوعا ما، ما أنا صعبة بقدر ما هي بحاجة ممارسة أكثر. مع الوقت فيكم تتعلموا كيف تكتبوا بالهرم المعتدل أو كيف تستخدموا مقدمة تشويقية. هلا بتمنى منكم زملاء تحاول قدر الإمكان، إذا في واجب نلتزم فيه. هلا الواجب بصراحة اللي هو عليه علامة، بس مو الهدف العلامي، إلا أنه هو هدف نحن نتعلم من بعض. يعني لما اليوم لما بتكتب هذا الواجب تيجي بتقدمه، فنتناقش فيه، فانت من خلال انتم من خلال نقاشاتنا بصير عندكم تصور اكثر.
بصراحة الكتابة تحديدا، نحن إذا ما كتبنا وغلطنا ما بتعلم الصح، فلذلك لا تخافوا من موضوع إنه أنت كتبت بشكل خاطئ أو كان في شيء غلط، هذا شيء طبيعي، كلياتنا كنا طلاب وما كنا بنعرف، وتعلمنا من الممارسة. فلذلك بتمنى منكم بالمرات القادمة إذا تسمحوا، يعني الأستاذ أحمد القاسي ماري، أنتم ملتزمين معنا بالحضور، فممكن المحاضرة القادمة تكتبوا شيء عن الهرم المقلوب والهرم المعتدل إذا تسمحوا نفس الخبر. تمام، ممتاز كثير، فرح أجل النقاش بهذا الخبر كمان للمحاضرة القادمة، لكن الآسي أسماء جهد جيد، يعطيك العافية، أنا بتشكرك. الهرم المقلوب صحيح، ترتيب المعلومات فيه صحيح، أيضا المعتدل صحيح، ترتيب المعلومات صحيح، لكن ينقص أنه المقدمة ما كانت مشوقة، وهذا أمر طبيعي عادي ما في مشكلة، مع الممارسة نحن نتعلم أكثر. الأسبوع القادم راح أنتظر راح أنتظر مداخلات او اجوبه من الاستاذ احمد والانسي ماريا ان شاء الله تعالى. كمان لحتى ما نروح هيك مثل ما بيقولوا ايدنا فاضيه، الاسبوع القادم راح يكون عندنا كمان تكليف او تمرين. تمام، ممتاز كثير، اليوم او بكره باي وقت بتنهوا من كتابه الهرم المقلوب المعتدل بعثوا لي على الخاص ان شاء الله، نتناقش بالكتابات الاسبوع القادم باذن الله تعالى. كمان في عنا واجب المحاضرة القادمة، نحن اليوم حكينا عن قالب الحوار المتسلسل، هذا التمرين مطلوب منكم ترتيب فقرات هذا الخبر الموجود أمامكم على الشاشة، طبعا رح أبعته على الغرفة، المطلوب فقط ترتيبه، مرة بنرتبه لصحيفي أمريكي ومرة بنرتبه لصحيفي فلبيني. هلا الخبر ليش أنا طلبت أمريكي وفلبيني؟ الخبر هو عبارة عن بيحكي عن أن الشرطة الفلبينية شافت انه في محيط السفاره الامريكي الموجوده في الفلبين انه في 60 او ما بعرف كم قذيفه، مجموعه من قذائف ال 60 قذيفه، قذيفه مورتر اسمها، موجوده بمحيط السفاره. بعد التقارير قالوا انه هاي قذائف تعود للحرب العالميه الثانيه، ففي تصريحات هذا الخبر، في تصريحات للشرطة الفلبينية، في تصريحات للمتحدث باسم السفارة الأمريكية، في تصريحات لخبراء عسكريين، بس هدول في عندي 3 تصريحات، مرة للشرطة الفلبينية، مرة للسفارة الأمريكية، ومرة للمسؤولين العسكريين، ومرة كمان لقائد شرطة مترو أنفاق مانيلا اللي هي عاصمة الفلبين. فإذا بتلاحظوا المعلومات هي فقط عبارة عن تصريحات، كل جهة معينة أدلت بتصريحها والحدث. الحدث هو باختصار قذائف من الحرب العالمية الثانية موجودة بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة الفلبينية مانيلا لحد الآن ما انفجرت. هلا في جهات مرتبطة بالحدث اللي هي الشرطة الفلبينية، السفارة الأمريكية وخبراء عسكريين، أعطوا تصريحات عن هذا الموضوع. المطلوب منكم زملاء إنه هاي التصريحات موجودة أمامكم اللي راح أبعتها بعد شوي على الجروب، هي مرتبة بشكل عشوائي. فالمطلوب إنه ترجعوا تعيدوا ترتيب هاي المعلومات أو هاي التصريحات مرة لصحيفة أمريكية ومرة لصحيفة فلبينية، لأن الكتابة للصحيفة الأمريكية تختلف عن الكتابة للصحيفة الفلبينية. واضح؟ مو مطلوب. هلا هو الحوار المتسلسل، لأنه هو تصريحات ما حكينا، هو التمرين عن قالب الحوار المتسلسل. تمام؟ أوكي. فبدي أكد مو مطلوب منكم إعادة تحرير المادة الخبر، لا، المطلوب منكم إعادة ترتيب هي التصريحات مرة لصحيفة أمريكية ومرة لصحيفة فلبينية. بس في حال عملتوا إعادة ترتيب التصريحات ممكن تضطروا تغيروا أول كلمة أو أول فعل أو أول جملة بكل تصريح. تمام؟ يعني مثلا تصريح أفادت الشرطة الفلبينية إذا بده يكون بنص الخبر أو بآخر الخبر، فأنا بدي أضطر غير فعل أفاد لفعل آخر، بس بدي انتبهوا لهي النقطة. يعني إعادة ترتيب المعلومات بيتطلب منك تعيد صياغة أول كلمة أو كلمتين من كل تصريح، لكن ما بدي إعادة صياغة للخبر كاملا، فقط ترتيب، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه أنا أعمل إعادة صياغة للكلمات الأولى. تماما، فالمطلوب منكم إعادة ترتيب هذه المعلومات مرة لصحيفة أمريكية ومرة لصحيفة فلبيني. في سؤال لحد الآن يا جماعة؟ الواجب واضح لإلكم؟ واضح، بس عندي استفسار استاذي تفضل الكريم. أستاذ أحمد.
هلا بالنسبة للخبر، إذا بدنا نقدمه، يعني هي النقطة أنا بدي أحكي فيها، إذا بدنا نقدمه لصحيفة فلبينية، نعم من وجهة نظري إنه المقدمة لازم تكون يعني غير إذا بدي أقدمه للصحيفة الأمريكية، لأنه الصحيفة الأمريكية بدها تخاطب الشعب الأمريكي. ممتاز. أنا هذا الهدف من التمرين بصراحة. يعني أنا هي النقطة اللي بس صحيح، بدي أدقق عليها. أنا هذا اللي بدي إياه منكم حضرات، إنه تنتبهوا لموضوع. أنا إذا بكتب لجمهور سوري غير لجمهور مغربي غير لجمهور مصري، فأنا ترتيب المعلومات حتى لو كنت عم بكتب حواري متسلسل، أنا بالنهاية عم برتب تصريحات حسب أهميتها مثل هذا المقلوب. فلذلك إن شوي نحن ببداية المحاضرة حكينا إنه أنا اختيار المعلومة المهمة بيرجع لعاملين، الوسيلة والجمهور. فأنا هون حسب الجمهور بحط أول معلومة ثاني معلومة، فهذا المطلوب منكم إن شاء الله. وضحت الصورة؟ ممتاز كثير، ممتاز. في أي سؤال لحد الآن؟ تمام، الله يعطيكم العافية. لحد الآن نكون أنهينا إن شاء الله محاضرة مبادئ التحرير الإعلامي، المحاضرة السابعة. بإذن الله تعالى بتمنى منكم مثل ما حكينا إنه نلتزم بالتكاليف المطلوبة في كل محاضرة، نتناقش فيها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.